زوينات ديالي، السلام عليكم. واخيرا الفيديو في يوتيوب بس كاينه. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير احوالكم عائلاتكم كل عزيز وغالي عليكم. انا صاف الحمد لله، غبرت غيبه طويله بدون سابق انذار، حتى جيت صافي حبست كل شيء، راه جايه عام دابا الحمد لله. كاين الانستغرام، انا الانستغرام كان صور وكنحط ونصور ونحط، يعني تيجيني ساهل غير كندير لا ستوري ولا ريل وكنحطو. لهذا الحمد لله البنات ديال اليوتيوب كلهم لحقوا عليا الانستغرام وكنا ديما مع بعضينا، ولكن الناس اللي باغيين فيديو مطول باغيين يتفرجوا تويسو كاينة توحشنا لي فيديو ديالك، بغينا الصالونات بغينا التغيير. ما نكذبش عليكم، خليتكم في واحد خليتكم دابا عام، هاد عام تبدلوا كل شيء، تبدل عندي في الدار. لهذا غنحاولوا شويه شويه نبقاو نرجعوا وكل مره نبارطاجي معكم حاجه. اليوم الفيديو المنتظر واخيرا، هاد الصالون دابا راه شي 5 شهور هو مفرش ويلا كتاب نصوره لكم، غنبارطاجي معكم الصالون ديالي ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وهرجع نقول لكم ان الاذواق تختلف، كل واحد كيفرش دارو كيما بغى. انا ليسونسيال عندي نبارطاجي معكم داكشي اللي انا عاجبني وانا وراجلي درناه، وراكم واسع النظر. دونك مرحبا بكم والف مرحبا. دونك زوينات ديالي كيما كتشوفوا ان الصالون ديالي عندي كبير وطويل، فكرت انني نقسمو هكا لجليسات اللي يكونوا مختلفين، ماشي جليسه واحده. انا قلت لكم كنحترم الاراء، انا ما بغيتش ندير صالون بلدي، لا انا لا راجلي ما بغيناش صالون بلدي، فضلنا اننا نديرو هكا جليسه اللي هي عصريه وغير لمسات خفاف اللي كيبانوا انهم مغربيين، باش اننا حنا نجلسوا فيهم ونستافدوا منهم، ماشي هذاك الصالون البلدي الثقيل انك تفرشيه وتخليه غير للضياف. لا، علاش؟ لان الصالون البلدي كيكون ثوب حرش، كتكون السداري ما مرتاحش، ما يمكنش ندير صالون بلدي وتقولوا لي زعما نستغلوا، هذه ما يمكنش. لهذا كما كتشوفوا خدمنا لي فوتوي، العرض ديالهم 90 سنتيمتر كما كتشوفوا، بعرض ناموسيه ديال بلاصه وحده هكا باش نكونوا حنا مرتاحين. الجلسه فيهم مرتاح، هانتوما راه كان الجلس كامله يعني مرتاحين، وهذا هو ليسونسيال ديال هاد الفوتوي. الناس اللي كلشي كيسولني في الانستغرام سكينه فين خدمتي لي فوتوي، خدمتهم عند واحد السيد جا في ولاد وجيه سميتو الصالون المغربي. ان شاء الله نحط لكم كلشي في الانستغرام. بنات اليوتيوب اجيو عندي الانستغرام باش نبارطاجي معكم لي باج ديال هادشي كامل. الوغ بالنسبه للي فوتوي ديالي، خدمنا الباج وخدمنا الفيغ، هاد اللوينات بجوج كان حماقو عليهم، لا انا لا راجلي، لهذا جا القرار اننا نخدمو بهم. هنا لي كوسان كما كتشوفو خدمنا دي كوسان اللي عندهم العلاقه مع الحيط، لان الحيط ديجا حنا خادمينو. ديجا بارطاجيت معكم هاد الصباغه، هادي الصباغه اللي هي كتجي على شكل ديزاين. هاد الحيط هذا داخل فيه داك الدوغي، عليها كما كتشوفو حتى لي كوسان دخلنا فيهم ديك اللمسات هكا دوغي، والفيغ والباج. المخدات كاملين من الشيخ المفضل، مشيت وتقديت التواب وصايبتهم، ماشي الطابيسي اللي داروا ليا. وبالنسبه للطابله ديالي كما كتشوفوا، هاد الطابله الغزاله اللي كلشي كيسولني عليها، هذه خديتها من عند واحد لاباج جات في سلا، ان شاء الله سميتها موبيليا ايطالي، ان شاء الله نخليها لكم في الانستغرام. كذلك مع لي سوندغيي ديالها، كيجيو ثلاثه ديال لي سوندغيي مع لا طابل. كما كتشوفوا خديت دو طابل، درت طابل هنايا وطابل في الصالون لهي. وبالنسبه للوسط درت دي طابل اللي الصراحه كيحمقوا كما كتشوفوا هنايا، هذه هي لا طابل اللي خدت هذيك، من الوسط حاولت نبدل. الوغ كما كتشوفوا معايا بالنسبه للجليسه، هنا الوسط اول حاجه خدمتها كابيتوني، ما خدمتهاش سامبل، لان الكابيتوني كيجي غزال، كيجي كلاس زوين راقي. وهاد الجليسه تخيلتها كما كتقولوا ديال الاعياد ديال المناسبات، درت هاد لي بوفون هكا باش هكا كتكون لا طابل الوسط. لان صراحه كنت درت واحد الدخله ديال الدار وهنايا كنا جبنا نقاشه وحطينا نقاشه وداكشي، جات غزاله الجلسه. دونك تخيلت هاد الجلسه بهذا الشكل كما تخيلتها طلعت. خدمت لي كوسان كما كتشوفوا، بالنسبه لي كوسان كما كتشوفوا حتى هما خدمناهم بهذا الشكل. هنا راه الجمال اختي الجمال، لان تبارك الله خديتهم بعنايه، عرفتوا شحال وانا كنقلب، ما خليت كازا، ما خليت رباط، ما خليت قنيطره، وفي الاخر لقيت عند واحد السيد في الشيخ المفضل كيجيو كيحمقوا. بالنسبه لي بري ديالهم كاين اللي 400 درهم، كاين اللي 500، كاين اللي 300، على حسب. بحال دابا هذا كنا خدينا 500 درهم للمتر، ولكن راه جا كيحمق.
وبالنسبه للي كوسان هادو السامبل اللي خدمنا مع الفوتو. الوغ دابا نجيو لهاد لا طابل. هاد لا طابل ما عندهاش علاقه مع لي طابل الاخرين. هاد لا طابل خديناها من عند واحد لا باج، من عند واحد السيد وكاله في فيسبوك يعرفو راجلي، صراحه ما كنعرفوش، ما عرفاش واش عنده باج انستغرام ولا لا. هو صديق راجلي وخداه من عنده. لا طابل كيجيو كيحمقوا صراحه، كيجيو زويونين، حتى كلا كانت شي مناسبه يهزوا لك بزاف بزاف. الو دابا نهضروا على واحد القضيه اللي زوينه ديال لابياج. بالنسبه لابياج، هاد لابياج خدمناه راسنا لا سوسيتي ديالنا، وهذا اللي جديد على الناس ديال اليوتيوب. انا عندنا واحد لا سوسيتي هكا ديال لابياج كنخدموا هادشي، ولينا كنخدموا الناس اللي هما انتريسي مرحبا بهم والف مرحبا. هاد لابياج اللي خدمناه هنايا خدمناه هابط هنا ولهيه، هو نفسه اللي غادي نخدموه في لابياج ديال التلفازه ان شاء الله. دابا ندور ونشاركوا معكم. الوغ بالنسبه للابياج ديال التلفازه، هنايا كان عندي حيط بيض ما جا لا علاقه، ما جاش زوين كما كتشوفوا. خدمناها بهذا الرخامه كتجي في الوسط، لابياج هابط، لي زيتاجير هكا هابطين. بالشوميني، بالنسبه للشوميني راه بيو البنات بالايثانول كيخدم. ان شاء الله بالليل غادي نشعلو ونبارطاجيه معكم شاعل. كما قلت لكم الزوينات، بالنسبه للشوميني خديناه حتى هو من عند واحد السيد، الناس اللي انتريسي يجيو عندي نعطيهم لي زانفورماسيون كاملين. حتى هو درنا فيه اللاد، درناه بالضو كيشعل. انا كنقول ان شاء الله بالليل غادي تكون، عرفتوا بالليل يا البنات كتكون واحد الجلسه اللي مريحه جدا. علاش؟ انا هاد الصالون خدمته على اساس حاجه واحده، الراحه التامه نكون في داري. ما بغيتش ندير شي حاجه اللي انا نكون ما جالساش مرتاحه اولا باغا نتفرج. كما كتشوفوا هنا لي فوتوي كذلك، شوفوا شحال درتهم عراض. هادو باش تجلسي تكاي تفرجي تكوني مرتاحه، لا علاقه مع الصالون البلدي كتبقاي شويه مشنكفه. ايوا صافي. كما كتشوفوا هنا بالنسبه لهاد لي كوسا بدلت واحد شويه على الكليسه الاخرى بهاد الفير هكا دوغي باج. مي جو زوينين، كاينو حتى تناسق لي زوين بزاف، انا عجبني. حيت خليو لي حتى نتوما الراي ديالكم البنات. كذلك بالنسبه لاستو خدمناها مع عند واحد السيد عندنا هنا في قناه راه في الخبازات. الناس اللي انتريسي يجيو عندي حتى هما في الانستغرام، نعطيكم هكا النيوم. علاش نقول لكم الانستغرام؟ حيت يوتيوب ما عنديش فين نخلي لكم هاد لي زانفورماسيون كاملين. الانستغرام ديالي هو سوكا فلوغ، سوكا فلوغ عاد تخلي عندي معطيك لي زانفورماسيون كاملين ديال طابيسي ديال صحاب الطوابل. لي طابي لي طابي لي طابي ما نساهمش لكم، خديناهم من الشيخ المفضل. بالنسبه لهاد لي طابي كانوا دايرين لهم شي 330 درهم خلاه لينا. في الاول قلنا 350، بقينا معاه تخليهم لينا 330 درهم للمتر. علاش هما ماشي شويه زايدين في الثمن؟ كما كتشوفوا راهم اونتي تاش رطبين وخفاف، ماشي دوك الزرابي اللي راهم ما تقدريش تهزيهم. هادو انا نقدر نهزهم راسي، ما بغيتش ندير دوك الزرابي الثقال. هادو دغيا تلويهم طلعيهم تصبنيهم وتعاودي ترجعيهم انك تفرشيهم. بالنسبه لي زاكسيسوار، لي زاكسيسوار صراحه كناخذ من عند بايغوتي هنا في قنيطره اللي جا في البوالوغ، كناخذ من الشيخ المفضل، كناخذ هكا من دي باج في انستغرام. صراحه كناخذ حنا لي زاكسيسوار بزاف لانني مولوعه لي زاكسيسوار. وكما كتشوفوا بالنسبه للكريات راه ديجا شاركتهم معكم، كنا خديناهم من القريعه فاش يلاه سكننا شحال هادي، لان درت نفس التريات في الدار كامله. كنظن ما بقى والو، شاركت معكم كلشي باش ما ننسى لكم حتى شي حاجه. بالنسبه لهادو، هادو خديناهم من كاتيا، هادو وهادو، هاد لي فوغير هادو خديناهم من كاتيا. صافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي نمشي ندير لكم جوله في الحمام، حيت الحمام تبدل، الحمام مابقى لا علاقه مع الحمام اللي كان. ندير لكم جوله في الحمام وندير لكم هكا جوله في الصالونات، لان هاد الفيديو نخليوه جوله في الصالونات والفيديوهات الماجيه كل مره غادي نشارك معكم بلاصه. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير زوينين، حيت دابا اعتبروني يلاه بديت اليوتيوب. دونك زوينات ديالي هاد هي الجوله اللي كاينه في الصالون. الا نسيت لكم شي حاجه غير خليوها ليا في لي كومونتير باش هكا نجاوبكم. تشوفوا انه ملي كتشوفي هكا الصالون فيه ثلاثه الجليسات كتحسي براسك كل مره تجلسي بلاصه وتبدلي. انا هكا سبحان الله كانت كنبغي اي بلاصه في الدار تكون هكا مميزه، ما تكونش عندك نفس الحاجه مشابهه وتكون انها سبيسيال. كما كتشوفوا هنايا هادي بغيت نقول لكم هادي راه ما دخلاش مع لي فوتوي باش نكونوا عارفين، هادي ما دخلاش مع لي فوتوي، هادي كتخدم بوحدها هاد الخشبه مع هذاك لابياج خدمناها. مي يقدر مول الفوتو يدخلها ليك، الا عجباتك سكرينيها ووريها ليه. الوغ دابا من بعد ما درنا هكا جوله في الصالون، غادي الناس جدادات اما الناس القدامات
راهم عارفين غير الناس اللي قدام. بغيت نعتذر منكم بزاف ديال الفيديو مسحتهم من يوتيوب لان كنت بشعري عريان، والحمد لله راني درت الحجاب والله يهديني، الله يثبتني، الله يهدينا جميعا ويثبتنا جميعا ان شاء الله. كنظن غادي تلاحظوها في هذا الفيديو، الناس اللي كانوا شحال هذه ما شافونيش غتشوفوني دايره الزيف، والحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله على هذه النعمه. الوغ بالنسبه للفيديو ديال سالامونجي حتى هو كنت مسحته، شوفوا شوفوا واحد التسلل هنا، هذا التسلل هنا، هذا واحد لاباج كناخذ من عندها هاد المعطرين، المعطر ديال الفراش مع تمالو ولا فلو كما كتشوفوا البنات. هذا معطر ديال الفراش كيحمق نسايم، كناخذو من عند واحد لاباج سميتها trendchic.ma، جيو عندي الانستغرام غنعطيكم لاباج ديالها. كنحطو هنايا كيحمق، عرفتوا الريحه اللي كاينه في الصالون اللي كيخلي في الصالون كتحمق. دونك دابا بالنسبه لهنايا سالامونجي كما كتشوفوا كتجي عندي بهذا الشكل. الناس اللي راهم جدادات يلاه يشوفوه، لان الفيديو كما قلت لكم ديال سالامونجي كنت مسحته، كتحمقني هاد سالامونجي كتحمقني، كتجي غزاله كلاس زوينه بعقلها. وهنايا مع هاد الكونسوم ديالها. انا دابا كنحاول هاد لا فيديو ندير لكم جوله في الصالونات باش نتهنى، باش ما نبقاشكم راسو كاينه بغينا جوله في الصالونات واش كاينه شاركي معنا. هنا هاد لي اكسسوار اللي عندي هنايا، هاد لا مونتخ راه قديمه قديمه قديمه، عقلت على هاد الشكل ديال لي مونتخ هادو. ايوا هكا كيجي هاد هاد الاسباس هذا. انا دايره علاش درت سالامونجي، كنقول هكا لك النحله ديالها في خفاف ظرف، الماكله تكون هنا حسن ما تكون في الصالون. وهنا كاينه سالامونجي اون فاس ليها، كاين عندنا واحد الصالون في النواغ والبرونز. هاد الصالون في النواغ والبرونز انا خدمت بالبينات اللي عندي نيس ديال سالامونجي كما كتشوفوا. هذا حتى هو كنت فايته شاركته معكم، كيجي بهذا الشكل خفان زربان، شارك معكم لي ديتاي ديالو. تا هاد الصالون كيحمقني، وسختو فهاد الايامات دابا ديال البرد كيجي دافئ. هذا هو اللي انا كنبغي في داري، في داري كنبغي نفرش شي حاجه اللي نحس بالدفء، نحس بالراحه النفسيه ملي نجلس فيها ولا نشوفها. وكذلك في الالوان ما كنبغيش دوك الالوان المشعشعين بزاف. دونك كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل. هاد الموبل تيفي ولا طابل هادشي كله كنخديناه من القريعه. السيد اللي خدم ليا هاد لي فوتوي تابيسي ماشي هو اللي خدم ليا دابا، ولي ستور نفس السيد ديال لي ستور، ولا بياج من عندنا من فلاسوسيتي ديالنا. دونك كيجينا بهذا الشكل. انا كنحاول هاد لا فيديو لي كوسان شحال هذيك حتى هما من الشيخ المفضل، سبحان الله انا راه تنحمق على الشيخ المفضل. ها نتوما لي كوسان كيحمق. هذا كنا خديناه شي 350 و 400 درهم للمتر، ولكن حتى هو كيجي كيحمق. كنحاول ناخذ دي كوسان واخا يكونوا غاليين ولكن تيكونوا زوينين، كيعطيوك واحد لاتوش زوينه للصالون ديالك. الوغ دابا غادي نشارك معكم واحد البليزه اللي حتى هي تبدلات، هي هذه. هنا كما كتشوفوا درنا واحد الكوان كافي باش هكا كان شي واحد جالس في الصالون ولا باقي هو ديك القهوه غير ديال باش يرد المزاج، جلسنا درناها هنايا، درنا قطاره ديال القهيوه مع لي طاس لي سوطاس، خصني نطلع لي كابسول سلام. هنا كندير لي شوكولا دي ماكارون، وكتجي زوينه دير قهيوتك وتجلسي هنايا ولا تجلسي هنا. وهنا يا اختي هنا 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 اختي حتى الحمام تبدل، هاسو كاينه وكاينه هرس دك دك الحمام حتى هو تبدل. ان شاء الله نشاركو معكم دابا، دابا نعطيكم نظره شامله ومن بعد نشارك معكم لي ديتاي. بالنسبة للحمام ديالي كيجي بهذا الشكل. الى عقلتو الحمام كان كله ابيض، ولكن ما جاش مع لوتام ديال لي صالون. نتوما دابا كتشوفوا الصالون عندي النواغ البرونز، عندي الباج، دونك ما كانش جاي كان ابيض نهائيا. كما كتشوفوا درنا هاد البولات هنايا، خدمنا لابياج بهذا الشكل، دخلت النواغ والبرونز كما كتشوفوا، بدلت لي فاس، بدلت كلشي حاشاكم عزكم الله. كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل. هنا درت هذه ديال الوضو، لان الاغلبيه ديال كيجيو عندك تيبقاو يقول لك راه نعطيني ستيلان توضى، نعطيني هذه نتوضى. هذا درته انا ديال الوضو، كتوضي نيشان داخل دايز ليه الماء سخون وكل شيء، اي واحد جا عندك يتوضى تما. كما كتشوفوا مازال ناقصين لي طابي مصبنين كاع ما هبطتهم من السطح، دايره دي طابي غير نوار. هنا كما كتشوفوا دايره هكا فوطات، هنا المرايات، هنا الروبينيات، خديت البرونز واخا كيعذب شويه مع هكا الماء كيبقاو فيه دوك شويه اللمسات. ها نتوما كما كتشوفوا كيبقاو دوك اللمسات ديال الماء، ولكن تيجي زوين البرونز كيجي زوين. وهكا لي اكسسوار ديالهم، خدمنا هاد لي زيتاجير هكا ان شاء الله من بعد نبارطاجي معكم لي ديتاي كلهم. دابا كنعطيكم نظره اجماليه
على الصالونات، على الحمام ديال الصالونات، على التغييرات اللي درنا، ومازال ان شاء الله بالليل حتى يطيح الليل ونشعل لكم الشوميني ونبارطاجي معكم النظره ديال الليل كيفاش تتكون، انها كتكون دافئه وزوينه زوينه زوينه. ونتمنى ربي تنال الاعجاب ديالكم. زوينه تيلي بقيتوني يلاه جيت من الخدمه بدلت عليا وتفكرت انني قلت لكم غنجي بالليل وغادي نصور لكم الاجواء بالليل والضو طافي كيفاش كتعطي في لابياج، في لابياج ديال التلفازه مع الشوميني. دونك هنايا خليت الضو شاعل غير باش تشوفوا هكا كصوره اجماليه الصالون كيفاش يكون بالليل، كتكون صراحه واحد الفيلي زوينه. وغادي ان شاء الله نطفي الضو ونشارك معكم. بالنسبه للشوميني يلاه بدينا كنستعملوه لان يلاه بدا يبرد عندنا الحال. غادي يدير واحد الصوت زوين. يلاه شعلناه دابا دونك باقي ما شعلش مزيان كما كتشوفوا. ودابا تفتو ونشارك معكم بشكل نهائي ونودعكم ان شاء الله. الزوينه ديالي كما كتشوفوا هذه هي الاضاءه بالليل كيفاش كتكون. انا علاش تعمدت نصور لكم هكا الاضاءه بالليل باش هكا نصحكم ضروري في الدار ديالكم حاولوا ديروا هاد الضو هكا اللي كيكون بارد ودافئ. علاش؟ حيت ضروري عندي واحد الكليسه انايا هنا قبل ما نطلع الناس كندير شي فيلم ولا كندير شي حاجه ولا شي موسيقى هادئه ونجلس هكا نشد التليفون شويه نجاوب على لي ميساج ديال البنات في الانستغرام. ضروري هذيك الكليسه عندها دور كبير 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 باش كتنسي ستريس ديال النهار كامل كترتاحي وكتنعسي مرتاحه. هنا كما كتشوفوا هذه الاجواء هكا بالليل. الشوميني يلاه كما قلت لكم يلاه بدينا كنشعلو. يلاه شعلناه دابا جوج مرات بغينا غير نتستاو حيت يلاه درناه باقي جديد صراحه كيعطي سخونيه. ما قويناش الايثانول بزاف كما كتشوفوا غير باش نشارك معكم هكا بالليل كيفاش تعطي الشوفه. وهنا غادي نقول لكم هنا غادي سالي لا فيديو ديالي ما سخيتش بكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم كان خفيف على قلوبكم. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير زوينين ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات ماجيه. يا ربي يرزقني القوه ويبارك لي في الوقت حيت راه شنو علاش بعدت عليكم الوقت اللي ما بقاش يكفيني النهار ما تيكفينيش ديال التصوير والمونتاج. وهنا غادي نقول لكم يا ربي يرزقنا الوقت والصحه والسلامه ويا ربي نرجع معاكم ان شاء الله. بسلام عليكم. بلا اجي بلا بلا هاكي هاكي بلا اجي شوفوك اجي شوفوك الناس ديال اليوتيوب هاكي هاكي بلا الضيفه اللي تبقى تشوفوها معايا البنيه ديالي هي بلا. وهنا نقول لكم لا صباحكم على خير بسلام عليكم نتلاقاو فيديو ماجي ان شاء الله.